بعد عام 2003 بدأ العراق بخسارة العقول والكفاءات، خسارة استفادت منها الدول التي هاجرت إليها هذه العقول، ولطالما عرف العراق بإبداع أبنائه وتخريجه المتميزين على كافة الأصعدة. أكثر من 200,000 تدريسي وأستاذ جامعي فروا من العراق بحسب أكاديميين. وذكر تقرير نشره موقع إنسايد أرابيا الأمريكي أن منظمة الهجرة الدولية أجرت دراسة نتج عنها أن معظم الشباب في العراق يرغبون بالهجرة. التقرير قال أيضاً أن 60% من أطباء العراق الذين غادروا كانت هجرتهم بسبب المخاوف الأمنية، وإن نصف الأطباء داخل العراق يكافحون من أجل الهروب. سلطة الميليشيات وحكومة المحاصصة والفساد وغياب القانون تعد من أهم أسباب هجرة العقول. ناهيك عن الانفلات الأمني، ففي الشهر الماضي قتل عميد كلية القانون في جامعة صلاح الدين برصاص أحد الطلاب. استهداف الكفاءات العراقية بقتلها أو إجبارها على الهروب بدأ منذ اللحظة الأولى للغزو الأمريكي للعراق. المنظمة الدولية للثقافة والتربية والعلوم اليونسكو كانت قد أكدت في تقرير لها عقب الاحتلال الأمريكي للعراق بأشهر قليلة أن 280 أستاذاً جامعياً تم اغتيالهم، وأن 1500 باحث وأكاديمي فروا من العراق. وعقب احتلال العراق بخمسة أعوام، أكد تقرير للجنة الدولية للصليب الأحمر اغتيال أكثر من 5000 عالم ومهندس عراقي، ناهيك عن اغتيال علماء الذرة. وفي عام 2020 كشفت وثيقة سرية مسربة من ويكيليكس قيام رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي بتزويد الاحتلال الصهيوني وإيران بمعلومات أسهمت في اغتيال علماء وطيارين عراقيين.